قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. أبو إبراهيم هو آزر، وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، خلافا لمن ذكر أن أباه غير ما ذكر في القرآن، وخلافا لمن قال وزعم أن هذا هو عمه. هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل نص على ذلك في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فأبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو آزر، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتبرأ من أبيه أول ما دعا إلى الله عز وجل، بل إنه دعاه بلطف كما قال عز وجل في سورة إبراهيم: وسميت هذه السورة باسمه، فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. وموقفه هنا من دلائل قوة إيمانه وعقيدته، إذ إنه ناهض قومه وكذلك ناهض أباه في التصريح بشركهم، وأن ما هم عليه هو الضلال وأن ما هو عليه هو الحق. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب إبراهيم، من باب الثناء عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد، انظر إلى هذا اللين واللطف، وما أحوجنا إلى أن ندعو إلى الله عز وجل بهذا الأسلوب الرائع الفريد. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دلائل قطعية عقلية، لا تسمع ولا تبصر، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فالبراءة والاعتزال والبعد عن قومه لما لم يستجيبوا له.